Partie de cette majorité silencieuse. Donc là, la vie nous dit, mais qu'elle sera indiquée à l'animal et la jeune autre. Et qu'une qui est là, je suis thank you.
درجة معينة نتاع نتاع كيما نقولوا احنا خبيتي نتاع معناتها نثيقوا تبدا كيما نقولوا نثيقوا على حياتك الخاصة وعلى مراسلاتك وعلى كل شيء. مثلا عون الأمن وقت باش يحرر محضر عنده شكليات إذا كان ما يتبعهاش أنت معناتها المحاكمة بعد كل أنت تنجم تقتل خاطر ثم شكليات ما تفهمهاش دعت وقتاش بداو وقتاش كملوا الاسم الكذا يطلع عليه المحضر من بعد ويصحح وكان ما حبش يصحح يحطه ما حبش وبرشا برشا برشا حكايات وضمانات إجرائية وشكلية في الادوتي باش يعاينوا جرائم حتى كان من المحكمة ابري تو المحكمة باش تقول لك عايني جريمة فلان بوست حاجة على الفيسبوك ثم شكون شكا بيه عايني الباج نتاعو هبط منها كابتور ديكران شوف الوقت تكنيك ما اعطيني حاجه في يد هذايا نعطيو الموظف عادي معناتها مش محلف انا نشوف انه قرا خاطر حتى معناتها المامورين بتاع الضبط العدليه حرس وشرطه و حكم تحقيقية كل كلهم عندهم شروط في الخدمة نتاعهم وشكليات تخلي طيب ومحلفين وبرشا حاجات اللي كلامهم وقت اللي يكتبوا حاجة محضة ولا يعينوا جريمة محمول على أنه صحيح حتى يثبت خلاف ذلك دونك فمعليش بالقانون ومحلف والمهمة نتاعو هذيك وشكليات وضمانات وكلموا على موراق وبابراس فهمت لا دوتي ما نعرفو شي ما نعرفوهمش شكون هاي قراد نتاعهم مش محلفين وقتاش تخلي للسيستيم باش يشوف هذاك انا نقرا حسن النية تبيع مي حسن النية معناتها باش عبد يقراها في مسألة حساسة هكاية لازم ثم ضمانات واضحة ونستخدم على روح أبريتو ما نصورش ثم شكون معارض فكرة إحداثها في حد ذاتها خاطر في العالم الكل موجودة كل بلاد عندها اسم فيها والويب هو عالم موازي للعالم اللي نعيشوا فيه دونك في جرائم وفي الباهي والخايب كما قلت دونك فورسيمون باش نتبعوه باش نشوفوا باش جست الضمانات اللي عندنا في الدنيا نحبوها موجوده على ارض التراث هذا جروسو مودو معناتها الاشكاليات الاساسيه اكثر من هذا با وي بس اي حد تحكي لنا شنو الاقتراحات انا من جيتي في القانون البروبوزيسيون هو باش يكونوا ضمانات قانونية وإجرائية باش يكون العمل نتاعها معناتها شفاف ومحل ثقة هذا هو فما حاجات زي ما تتقد إجراءات شكليات ضمانات حقوق الدفاع تكون مضمونة قدامها معناتها حاجات معناتها تكنيك نتاع جوريست فهمت عطا الضمانات باش ما باش واحد قدام كلافيي وعنده اكسي للبلاد كامله ما يدخلش وين يجي وقت اللي يحب ويعمل اللي يحب فهمت هذه هي المرض ضمانات وكا هو ضمانات قانونيه فهمت هذه جوريديك ماضا نراقبوا الوكاله هذه اللي هي ثم برشا يا بلوزيور مويان باش نراقبوا الوكاله اولا شفافيه الوكيله هذيا كنشوفوا في ديك لوا تعطي زوز رابورات واحد للرئيس الحكومه وواحد للمجلس النواب ماهوش نفس الرابور رئيس الحكومه تعطي رابور ديتاي ابخي رئيس كو جي كومبري وواحد مجلس النواب ها وعملناها وشديناها ومعناها ريلمون فاش قاعده تعمل عام كامل ما ثماش تعطيه مره في العام شفافيه السيد اللي على راس الوكاله يتعين يطيشو تطيش
ما عرفوش شكون، ما هوش منتخب، ما هو حد شيء. يطيشوا على رأس الوكالة، اخدم يا فلان. نقول لك علاش؟ اسمحني. خاطرها موسعة عمومية إدارية. معناتها إيه ما ثم حسب معناها الناس كلها شاعرين شوية خطورة شاعرينه الرئيس نتاع السلطة التنفيذية. رئيس الحكومة كيما المديرين الكل. معناها فأسألكم كلمة معناها بطريقة أوضح، راهو لي دوني نتاعكم بيبليك اللي تتحل كي تحل تليفونك، تحل بي سي نتاعك، تبعث اس ام اس، تبعث ميل، راهو السيد اللي لاهي بالعسى عليهم يعينوا رئيس الحكومة. معناها سويفو رئيس الحكومة شكون يحب يشد ولا شكون يحب ما يشدش، دونك الوكالة هذيا باش تخدم. مانيش نحكي على الكونفرجيتيك، نحكي كيفاش انا قريت ديك خلوة ونقول اللي رئيس الحكومة يعين رئيس الوكالة، رئيس الوكالة عنده عباد تقرا لكم في الميل نتاعكم، تقرا في الاس ام اس نتاعكم، تقرا لكم اول ما تحل بي سي، اول ما تحل تليفون، اول اي حاجة توا. ما نسيرش اللي راهو زهير الله يرحمه قبل ما كانش وسي كونيكتي توا، قبل كان عندنا بي سي، راح بي سي للدار ولا في النهار يحل بي سي، توا في القهوة حال تليفونك، في الدار حال بي سي، تستعمل اس ام اس، تماركي روحك في الجيكين، معناها استعمل تكنولوجيا ولا أكثر، معناها لي زانفورماسيون بوبليك عليك أنت ولا بيرسونيل عليك أنت ولا أكثر برشا. كان قارنوهم قبل 2005 ولا 2002 لي دوني بيرسونيل موجودة توا على الإنترنت نتاعكم تخصكم أكثر برشا وأكثر خطورة برشا. هذايا علاش نقول لي كيفاش رئيس الوكالة هذايا عينو رئيس الحكومة، فما مشكلة يعني. بالنسبة لي أنا ما نعرفش. جي أما بالنسبة لي أنا رئيس الحكومة هو اللي ليه وكالة عندها كونترول على الدون بوبليك نتاع العباد الكل. ينجم البرلمان يقترح ليستا ويختار منها، معناتها نجمو نشاركوا العباد مش مشكلة في الأشخاص، مشكلة في البروسيس نتاع الثقة، مناخ الثقة هذاك هو راه. فولي ثاني نحب نحكي عليه اللي راهو المشكله نتاع الماتريال اللي يعمل السيرفيونس ولا السنسور اللي هو ما يختارش، ما يعرفكش انت شو اسمك، ما يعرفكش انت شكون، ما يعرفكش وين ساكن، على بعض كي تعرفوها الكركاره نتاع اللي يستهلوا بها هكاك تجيب على بعض. دونك باش يعملوا ريمون تكنيك مون تقنيا باش يلموا لي دوني نتاع العباد الكل، الكل اللي تستعمل في الانترنت العباد الكل يلموهم ويحطوهم في باز دي دوني في بلاصه مخبيه مسكره تاع العباد الكل 10 سنين 20 سنه. تو تخيلوا روحنا نحن في ديمقراطية وحرية التعبير موجودة أمورها واضحة لاباس علينا، وكالة التقنية تخدم على روحها تشد في المجرمين الإلكترونيين. خمسة سنين أخرين يتبدل النظام، جماعة نتاع نظام جديد ما يحبوش جماعة تكتب على الفيسبوك، يكرهوهم، ما يحبوهمش هكاك من عند ربي، ما يحملوهمش. أعطيني الباز دوني لميت على خمسة سنين، شكون اللي حال فمه في الفيسبوك؟ شكون حال فمه في تويتر؟ شكون حال فمه في البلاصة الفلانية؟ شكون يكتب في ميلوات وينظم في مظاهرات؟ إيش بدهم الكل هذوما الكل؟ دونك عندنا دي دوني نتاعنا نتاع الانترنت نتاع شنو قاعدين نعملوا، نتاع شنو قاعدين نحكيوا، نتاع شنو قاعدين كيفاش ننظموا سورتو معناها ضمن حريه فرديه نتاعنا، حريه التنظم، حريه تنظيم المظاهرات، تنظيم الواحد، هذه تكون حريه اليوم. سريه المراسلات صحيح، سريه المراسلات بالوكاله هذيا بالسيستيمات اللي باش تحط هذايا كل ما عادش مضمون، يجي نظام واحد اخر يجبد داك لي دوني نتاعنا الكل، إجا فلان إجا فلتان كلكم انتوما. ما نتمنيش الحكايه هذيا، ما قاعد نحكيك مع الخطوره نتاع الوكاله هذيا نتاع الماتريال اللي باش تحطو اون بلاس. حاجه اخرى الماتريال ما نعرفوش، عندنا فكره على شنو ينجم يعمل، عندنا فكره على فين نجمو يوصلوا اللي هي حاجه خطيره على الاخر، جون ينجم يحل لك ميلواتك، ينجم يحل لك تليفونك، ينجم يحل لك يقرا في اس ام اس، ينجم يتصنت عليك في التليفون، نعرفوا وين يوصلك، ينجم يوصل حتى من ابعد، معناها ثم ديجا موجود في بلدان توا ما بعد معناها جور يحط لك فيروس الاورديناتور باش تشوف كيفاش تعمل كوميونيكاسيون على سكاي كوميونيكاسيون اللي تخيلوا في مخك، هذا كل موجود. اما الماتريال بيدو الريفيرونس نتاعو مارك وما نعرفوهاش، عباره بواتا مسكره، الوكاله هذه بواتا مسكره تستعرف الماتريال ما نعرفوش، البروسيدور نتاعها بالنسبه لي انا ماهيش شفافه، الرابور نتاعها ما يتعطالش للعباد المواطنين اللي قاعد تعس عليهم، تعطال واحد رئيس الحكومه ان رابور ان اوتر رابور مارس النواب اللي هو مش هو بيدو. انا راه فيها اختار ما تعال نحكي لكم على شنو نجم نكمل على كلامك تبان باش نحط صحينا في القاع شويه. الرابور تاع نتاع الاجنس باش تكون اجنس نتاع سيكوريتي، معناتها ان اس ما تخرجش تقول لك شحال نعمل، فهمت؟ باش نبدا متفاهمين. دونك العمل الامني هذاك يقعد امني على روحه، لا باش تشوفه انت ولا انا ولا غيرك، فهمت؟ هذاك معناها يقعد امن، سيبوزي ناس يحفظوه، هذيك حاجة أخرى. لو رابور اللي باش يخرج معناها للبوبليك
باش يكون فيه عموميات معناتها فهمت. مش تقول لك انا دخلت على فلان 10 نتاع الليل وشفتش عنده بتاع 10 بين مواطن الصباح نجم تعمل لك مثلا استيماسيون تاع نوعيه الجرائم هذه فيها مثلا 1000 كاس الاخرى هكا ثم حكايات هكا لا ينجم يعطيك حاجه سانتيتيك شويه فهمت. معليش علاش انت علاقتك بها شنو وقت اللي تدخل لك لحياتك الخاصة ولا مراسلاتك وتعمل حجة ضدك هكا ولا هي على روحها وانت على روحك. اما في لوكا كونتخيغ اللي يجيوك هما يقول لك راك هكا راك عملت به. اما في لوكا كونتخيغ وقتها نحكي اللي انا حبيت نحكي عليهم الضمانات القانونية في وسط المحاكمة باش انا يكون ضامن الحقوق اللي زابين ليها ومن بعد في المحكمة. دونك العلاقة مع الشخصية وقت اللي ثم مشكلة مي وقت اللي باش يتبعوا مع الفلو بتاع الاتصالات بتاع المواصلات هذيك حكاية فيها فوليو بتاع اوديت اخر مي يلزموا معاهم. هي ما كانت تخيلوا اللي هي راهو كذا بركة باش تشد المجرمين لا مش بشد اي معناها باش تشد المجرمين اللي على الانترنت اللي قاعدين يعملوا في الاجرام على الانترنت.